الانشاء عموما المبادرات، اعتقد ان احنا هنتاخر سنين كثيره في حياتنا كلها. و يعني عندما يكون التمويل الشخصي بين هذه من القناة قبل هذا المشروع اللي هو كان في فكرة أو في رؤية أو حتى رؤية إذا كان فيها طرف بتتحول إنها تبقى كيان مؤسسي وتتطلب فيها جميع المسؤولين، يعني في حاجة دلوقتي بداية الجميع متواجد في هذا اليوم بكل الحلول اللي عايز يلحق فيها. بمجرد ما هيدخل في هذه القضية أصبحت مسؤوليتي كل واحد فينا مساحة للمشاركة والمبادرة، واللي يفكر فيها في ذاتها اسمها حقوق حضارة. فلما نتكلم على حضارة فالحضارة دي من الأطباق ولكن شعب، وبالتالي ده حق الشعب. يمكن بداية الموضوع أنا أحط كلمة حقوق حضارة لوحديها هتلاقوا فيها مجال وحدة رسمية. ثم جناح حضارة مفتاح الحياة وحدة رسمية. ثم حقوق حضارة وجناح حضارة الاثنين مع بعض. فحقوق حضارة بيكون المفروض نتحدث على جزء منها فيما يتعلق بالمسؤولية الفكرية وإمكانية البحث العلمي على التواصل مع الناس مع المؤسسات العالمية للمسؤولية الفكرية وما إلى ذلك. بس في كل ده قديما إحنا نتحدث إن إحنا أصحاب حضارة 7000 سنة، ونتحدث دائما إن إحنا مرتبطين بالحضارة، بس الحضارة ليها حق علينا. مش هندور بس على حقوق حضارتنا في الكتاب، ولكن في جزء أهم إن إحنا نبحث عن كيف نرتقي جميعا وإن إحنا نبقى على مستوى هذه الحضارة اللي بتطلع فوق. وبالتالي بقى في مسؤولية. ثم إنت معانا مرحلة. طيب هنوصل إن إحنا نرتقي بالحضارة ونخاطب العالم بنظام محافظ علشان إيه؟ قد يكون في عقد النادي أحد الروابط هندور عليها وهنأكد الدخل ان هذا العقد المادي لن يمكن الحصول عليه قبل 2030. نجعل موضوع العقد المادي عمل نعمل عليه بمدى طويل والبحث العلمي والدراسات متعدده المستوى. ما نتطورش دايما في الاتجاه. هنقول للناس عايزين عقد بدون التطور. هو ده اللي بيضيع لنا الفرص. لكن امتى يمكن لهذا العقد ان يتحقق؟ لما يبقى النهارده الخطوه وبعد كل خطوه بنعملها تكون مدروسه بروتوكولات او غاز الدوله الرويده في السنه، والترتيب اللي يبقى فيه عاصمه في السنه، وقبل كده كانت مجرد خرافات لازم تتعامل معاها وهي مدركه. وفي خلال دراستنا في حاله قوى الحضاره كل يوم بنتكشف، كل يوم المزيد والمزيد والمزيد في التعامل مع حضارتنا في العالم الخارجي. يعني كنا في بعض الأحيان بنستنكر ادعاء اليهود، اليوم في بريطانيا ادعاء الهنود، ودي كانت بنستنكر. لأننا لو بحاول أصلا عن المجتمع العالمي يدينا حق في تواصل ونتكلم على 7 مليار، فلو لقيت مليار مني على قناعة إن هو أصل حضارة مصرية هنبقى واقفين على الحساب تماما. وعشان كده أنا بقول لكم الموضوع اللي بتكلم فيه مش عايز اتكلم على بس اتكلم على موضوع قد يتعدى قدرتنا على التطور. والنهارده لما يبقى بحث علمي يتم انتشار الحمل في احد المبادرات القوميه ومطروح لان اول مره كانت في 31 كانوا ناس جايين من خلفيه متعدده من علماء من مجال الحقوق بيشتغلوا في الدراسة، بيشتغلوا في المجالات، بيشتغلوا في فنون متعددة. وطالب من كل واحد فيهم طلب يجي إنه يوظف علمه